ما هي الخيارات المتاحة لأثيوبيا للرد بعد ضرب سد النهضة؟ لمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط الأحزمة لأننا على وشك الإقلاع لمتابعة هذا الفيديو، فأهلا بكم على متن طائرة رمضان أبو العيد. أصبح من المؤكد قيام مصر بضرب سد النهضة وتدميره، فما هي الخيارات المتاحة أمام أثيوبيا للرد على هذه العملية؟ بداية، أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا سيواجه كابوسا مرعبا بعد ضرب وتدمير السد، لأن رئيس الوزراء الحاصل على نوبل للسلام كان لديه طموحا كبيرا في أن يصبح إمبراطورا لأثيوبيا بعدما تمكن من توحيد الأقاليم الأثيوبية، فأصبح موحد الأقاليم والحائز على جائزة نوبل للسلام، وكان يطمح في أن يكون إمبراطورا ويحكم أثيوبيا إلى الأبد. وبعد تدمير السد الحلم الأثيوبي، سيفقد أبي أحمد كل طموحاته في النفوذ السياسي القوي الذي كان يحلم به، وأن يكون وسيلة ضغط على مصر من قبل أعدائها للضغط عليها بملف المياه لتوافق على ملفات كثيرة لم تكن ترغب في الموافقة عليها، بجانب الضغط الشعبي الاثيوبي على رئيس الوزراء نظرا لضياع حلمهم. سيقوم ابي احمد بعمل شمشون الجبار، وان يرد صاعين لمصر بين مصر واثيوبيا، ورغبة من الانتقام الاثيوبي من ابي احمد كما ضربت مصر السد النهضة، سنضرب السد العالي. هذا السيناريو قائم، ولكن نظرا لعدم وجود حدود مشتركة بين أثيوبيا ومصر، فسوف تكون الضربة عن طريق استخدام الطائرات الحربية. ولكن لعدم امتلاك أثيوبيا طائرات حربية حديثة تصل مدارياتها إلى هذه المسافة، حيث أن أثيوبيا تمتلك طائرات سوخوي 27 وميج 21، والتي لن تمكنها من الطيران إلى مصر والعودة. إذن فستكون العملية عملية انتحارية كاميكازي أثيوبي. الكاميكازي الأثيوبي سيفكر بإرسال سرب أو سربين من الطائرات الحربية تصل إلى السد العالي لتدمره، ولكن هل تستطيع أثيوبيا فعل ذلك؟ وهل ستسمح السودان بمرور هذه الطائرات من أراضيها؟ أشك. ولكن دعونا نفترض أن الطائرات الأثيوبية نفخ الله في صورتها فاستطاعت أن تطير على ارتفاعات شاهقة لا تتمكن الرادارات السودانية من رصدها، وتصل إلى قرب الخرطوم. هنا ستخرج الرافال المصرية والميج 29 المصرية لتسقطهم كالعصافير. هذا هو السيناريو الأول. أما السيناريو الثاني المتاح لأثيوبيا، وأغلب الظن أنه هو الوحيد الذي تستطيع القيام به، فهو أن تقوم بالاشتباك مع الجيش السوداني، حيث أن أعداد المقاتلين في أثيوبيا
كبيرة جدا، والأسلحة الخفيفة الرشاشة والبنادق الآلية متوفرة، وبعض المدافع موجود، فستقوم باشتباك وشن الحرب على الجيش السوداني. فهل مصر والسودان لم يحسب حساب لهذا السيناريو؟ بالطبع محسوب. الجيش السوداني قادر على التصدي للحرب البرية، ولكن مصر لن تترك شقيقتها السودان وحدها، بل ستمدها بأحدث المدرعات والمركبات والدبابات ورجمات الصواريخ التي تجعل السودان قادرة على حصد وحسم هذه المعركة في أقل فترة زمنية، بالإضافة إلى خروج الطيران في غارات على ميليشيات التابعة لأثيوبيا على طول الحدود. أما السيناريو الثالث المتوقع فهو استغلال أثيوبيا واستخدامها لأريتريا أو للصومال للوصول إلى البحر الأحمر. كما نعلم أن أثيوبيا دولة حديثة لا تطل على أي بحار أو محيطات، وبرغبتها الانتقامية سترغب في الوصول إلى البحر الأحمر والاشتباك مع أي سفن لعمل أزمة على باب المندب والبحر الأحمر لتتسبب في ضرر بالغ لقناة السويس. ولكن أيضا هذا السيناريو وضع في الحسبان، ولهذا مصر لديها الأسطول الجنوبي، وإذا ما تم الرضوخ لأثيوبيا من قبل الصومال أو أريتريا لعمل أي اشتباكات أو أعمال تخريبية في البحر الأحمر، سيفاجأ بوجود الفرقاطات والسفن الحربية المصرية في مدخل البحر الأحمر من ناحية الجنوب. إذن فهذا السيناريو أيضا وضع في الحسبان. أما السيناريو الرابع المتاح لأثيوبيا، والذي أيضا ستبذل فيه جهدا كثيرا للرد على مصر، فهو التوجه إلى أوغندا وجنوب السودان لتحرضهم على إنشاء سدود على نهر النيل الأبيض. وقد قام أبي أحمد وأسياس أفورقي رئيس أريتريا بزيارة إلى جنوب السودان منذ أيام قليلة مضت، وهذا يعني أن أثيوبيا تخطط لحس جنوب السودان على أن تتغاضى عن مشروع قناة جونجلي لتوصيل المياه إلى مصر، وبدلا من ذلك أن تقيم سدودا على نهر النيل الأبيض. في كل الأحوال نهر النيل الأبيض يمد مصر بما يعادل 15% من حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا. ولكن حتى لو متر واحد مكعب من المياه نحن لن نفرط فيه. وعلاقتنا بجنوب السودان علاقات طيبة، وهذا أيضا سوف نواجهه، هذا السيناريو أيضا سوف تواجهه مصر بما يحبطه ويدحضه. إذن بعد هذه السيناريوهات الأربعة المتاحة لأثيوبيا لن تستطيع أن تشفي غليلها، فلم يعد أمامها إلا سيناريو خامس وأخير، وهي أن تدخل في جمعية كبيرة تقبضها الأول لسد ديونها عن سد النهضة المدمر، ثم تدخل في جمعية أخرى مع الشعب الأثيوبي لتجمع مالا لتحاول بناء سد آخر، ثم تقوم مصر أيضا بضرب السد الآخر، وهكذا تصبح أثيوبيا في دوامة الجمعية. حقيقة كنا لا نتمنى أن نصل إلى هذا الموقف، ولكن أثيوبيا المتغطرسة والعنيدة
والمحرضة من قبل أعداء لمصر تتوهم في نفسها القدرة على أن تكتسب مكانة سياسية ونفوذا سياسيا بوسائل غير شريفة ووسائل غير قانونية، حيث تريد أن تتحكم في مجرى النهر الطبيعي الإلهي. لا أحد، لم يتدخل بني آدم ولا إنسان، لم يتدخل إنسان في صناعة هذا المجرى لنهر النيل العظيم، بل هو مجرى طبيعي من صنع الله. وأثيوبيا تريد أن تتحكم في المياه، تبني سدا تحتجز خلفه المياه، ثم تتحكم في فتح وغلق المنفذ، ثم تريد مصر أن توقع على اتفاقية أنتيبي، والتي تسعى إلى تقاسم مياه نهر النيل. ومصر لن تعترض، على فكرة مصر لن تعترض على مبدأ التقاسم من منطلق مبدأ العدالة، ولكن هل تقبل أثيوبيا أن نتقاسم في 1,000,000,000,000 متر مكعب مياه التي تحصل عليها أثيوبيا من الأمطار والأنهار؟ أثيوبيا لديها 11 نهر بخلاف النيل الأزرق، فهل تقبل أثيوبيا أن نتقاسم معها 1,000,000,000,000 متر مكعب التي تمتلكها؟ إذا تقبل القسمة العادلة فنحن معها، أما القسمة الضيزة فنحن لا نقبلها ولا نقبل بفرض سياسة الأمر الواقع. وأخيرا نتمنى من الله أن تثوب أثيوبيا إلى رشدها، وأن تحكم العقل قبل أن يسبق السيف العدل، وتقوم مصر بضرب السد. وقد حذرناهم أننا نخشى عليهم من رد فعل يسبب لهم ضررا نفسيا إلى مئات السنين، ولكنهم لا يفهموا ما بين السطور، فنأمل أن يعيدوا حساباتهم قبل أن تصل العلاقات بيننا وبين دولة جارة وشقيقة إلى حد استعمال القوة العسكرية. وأخيرا ربنا أدم علينا وعلى مصر حفظك وسترك، واجعلها دائما في أمان وسخاء رخاء. اللهم لا تنسى عنا غطاء سترك أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.